السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى، ربنا يبارك فينا في علمك. ما فيك، اتفضل. حضرتك بالنسبة للمقابر اللي في وجه بحري زي كفر الشيخ والمنصورة والحتت دي، حضرتك بتبقى طبعا فوق الأرض لأنك لما مضطرين بتطلع في الأرض. مضطرين إلى ذلك. نعم. مضطرون إلى ذلك. مضطرين إلى ذلك. نعم، لأنهم إذا حفروا ستخرج مياه تؤذي الأموات. صحيح. نعم. فما فيهاش يعني خلاص علم الجواب. نعم علم الجواب، وقد قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طيب جزاكم الله خير. وعليكم السلام.